طيب معانا الحاج عبد اللطيف. يا حاج عبد اللطيف. ايوه. حضرتك منين؟ في المنوفيه. ايوه. كان منين في المنوفيه؟ بركه السابع. احسن ناس. الله يبارك فيك يا سعاده الباشا. اتفضل امرني. احنا كان عندنا مقدمين على قرض يا سعاده الباشا من شهر واحد في البنك الزراعي اللي هو المخصص بالافكار الحلابه المستورده. تمام. وفي الوقت يوم 18/2 ومضينا الوصولات ومضينا الضمانات وكل شيء والعقد. تمام. ولحد النهارده البنك ما صرف لنا شيء، ولما اتصلت بشكاوى رئاسه الوزراء ما ردوش علينا. ودلوقتي بتتصل بشكاوى بتتصل ليه بالشكاوى؟ انت ما سالتش في البنك ليه العجلات ما استلمناهاش؟ قال لك الوزير الزراعه مش عايز يعتمدها له. هو البنك اللي بيعتمد ولا وزاره الزراعه؟ لا، وزير الزراعه اللي بيعتمد. بيعتمد ايه؟ بيعتمد القرار. هو القرار طلع ما انا بتناقش معاك عشان نمسك المشكله، تمام؟ فعايزك يبقى ايه عندنا ساعه صدر عشان ان شاء الله تتحل. ماشي. ما احنا لا وزاره الزراعه وزاره الزراعه هي اللي بتشتري ولا البنك؟ وزاره الزراعه بتسلمنا من المزارع بتاعتها. انا بسالك سؤال، الفلوس الاعتماد اللي بيديني الكاش البنك ولا الوزاره؟ لا البنك هيديني ولا الوزاره، البنك هيدي للوزاره والوزاره تسلمني روح. حلو. البنك دفع فلوس الماشيه ولا لسه ما اعتمدش الميزانيه؟ لا ده هو من شهر واحد ما كل ما اروح اسال في الفرع هنا يقولوا ان وزير الزراعه لسه ما اعتمدش التفصيل. شفت؟ هنرجع للنقطه تاني اللي انت قلتها وانا وضحتها لك باكتر من طريقه. اللي بيعتمد الفلوس مش وزاره الزراعه. فاحنا نرجع للبنك مره تانية، لان حته اصل وزاره الزراعه ما اعتمدش الميزانيه مش بتاعت وزاره الزراعه. وزاره الزراعه مسؤوله عن الاصناف. انتم في سلالات كان المربي دايما بيقول نفسي اشوفها عندي، نفسي تيجي مصر، مش عارف اجيبها منين. فالنهارده وزاره الزراعه هي مسؤوله عن السلالات. الاجراءات الماديه بما فيها الضمانات اللي بيقوم بتنفيذها البنك. فحته اصل معالي الوزير او وزير الزراعه ما اعتمدهاش، نخليها كده على جنب لغايه لما نشوف بقى الحل بتاعنا فين مع البنك وايه السبب في عدم وصولها. قول لي انت تبع فرع البنك بتاعك اسمه ايه في محافظه ايه؟ فرع بركه السابع محافظه المنوفيه. بركه السابع المنوفيه. ان شاء الله هيبقى في رد معايا النهارده، عايز اقوله على الهواء النهارده. الفرع ان شاء هنا ما يعرفش اي حاجه، كل ما بنروح له لا يعرف ويعرف كويس قوي ويقول لك على معلومات غلط. ما هو انت المعلومات اللي بتقولها لي دي انا الحمد لله ما بسيبش مشكله لما امشي وراها كده واعرف مصدرها فين. فلو ما يعرفش يقول لك، انما ما يقولكش معلومات مضلله. اديني فرصه هحاول ارد عليك وهيكون النهارده ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله.